مولود العذراء من ال... أو مولودة العذراء من الصعب إنهم يقعوا في الحب، رغم إنه احتياجاتهم العاطفية بسيطة جدا. بس اللي يعرفها العذراء كل اللي بيحتاجوا في الحب إنه يرضي غروره ونرجسيته. هم أشخاص معجبين جدا بنفسهم، وفي نفس الوقت هم اسمهم العذراء، يعني هم أشخاص اتولدوا يعني فكرة المشاركة أو فكرة إن حد يشاركوا الحياة دي فكرة مش مقبولة عندهم قوي. فعشان يقرر إن حد يشاركوا الحياة لازم حد يكون بيلبي احتياجاته، واحتياجاته هي كلها إنه شخص يرضي غروره ويعجب بيه ويرضي نرجسيته. هما نرجسيين الحقيقة جدا. هيستسلم وقتها مولود العذراء للحب بكل بساطة، لكن المعنى الحقيقي للحب وللمشاركة الحقيقة مش دايما موجود عند مواليد العذراء، موجود عند مواليد فيجو.